هنكتشف النهارده كل حاجه ليها علاقه بالحاج نادي السباعي. الناس هنا جميله قوي في طنطا، ربنا يحفظك. والله انا ما كنتش متوقع كده، بس الناس هنا يعني لذيذه قوي. ما كنتش متخيل ان الناس هتبقى ناس طيبين وناس بتوع زمان. وده بقى يا جماعه هو المغلق او المكان الحقيقي لقصه عبد الغفور البرعي الحقيقيه. السلام عليكم. سليم النهارده في مغامره جديده وغريبه من نوعها. دلوقتي احنا موجودين في طنطا، والنهارده رايح مكان غريب جدا وفي قصه بجد اغرب من اغرب قصص ممكن تكون شفتها في حياتي. الراجل الحقيقي للقصه الحقيقيه في المسلسل اللي انا عايش في جباب ابي موجود هنا في طنطا. دلوقتي انا اروح عشان اكتشف المكان ده. لو انت اول مره تشوف اي فيديو ليا ادعمني بلايك وسبسكرايب في القناه عشان ده بيفرق معانا جدا في صناعه المحتوى عشان نكمل. دلوقتي انا يعتبر واقف كده وسط اول ميدان قبله في طنطا، دي المحطه نفسها، واحنا كنا هناك لسه خارجين من المحطه حالا. اول ما خرجت منها هروح على شارع اسمه شارع الجلاء اللي هو الاتجاه ده كده، وده اللي موجود في منطقه دال الحدادين. الشارع زحمه، المنطقه مليانه بصراحه، منطقه حيويه جدا وزحمه جدا جدا. الاجواء حوالين المكان كله اجواء زحمه وحيويه، والناس لسه بتبدا اليوم، والتاكسي الازرق فابيض بتاع طنطا ده حاجة بصراحة جميلة. يعني أنا أول مرة أشوف التاكسي الأزرق فابيض بتاع طنطا، وفي تكاتك عادي زي القاهرة، بس الموضوع هنا فيه روح كتيرة أكتر من القاهرة. تحس إن في حيوية كده في طنطا عن القاهرة. يعني أول ما وصلت يعني حاسس كده إن أنا كأني في بلد جديدة مش في محافظة أو مدينة جديدة. يعني حاسس الموضوع غريب شوية بس هنتعود. الناس بتبقى خايفة شوية من اللي بيصور، والناس بتبص لي بصات غريبه شويه، بس عادي يعني انا اتعودت على الموضوع ده فبحاول اتاقلم. صباح الفل. تقريبا عرفت ان شارع الجلاء من هنا بالظبط 10 دقايق عشان اوصل للمكان اللي انا رايحه. الموضوع هنعرف نوصل له، مش بعيد. دي بصراحه احسن حاجه. يعني اول حاجه امير اول حاجه لازم نعملها في اليوم فطار. يعني الدنيا بدات تروق شويه، ده شارع جانبي كده شويه، شارع فاضي، الشوارع شويه فاضيه، المحلات لسه قافله، الدنيا هاديه شويه عن الشارع اللي كنا فيه، بس نفس ستايل العماير، نفس ستايل البيوت، عماير يمين عماير شمال، نفس ستايل الشوارع، بس كل محافظه ليها روح وليها طابع كده مختلف شويه، بس طنطا حاسسها مختلفه بناسها. يعني انطباع اولي كده عن شوارع طنطا ان هي هاديه، يعني الشوارع هاديه، يمكن عشان اليوم لسه بيبدا فالشوارع فاضيه تقريبا. ده شارع جانبي فاضي نفس الشوارع الرئيسيه، مفيش ناس كتير، الشوارع نظيفه نوعا ما. بصراحه حاسس ان طنطا انضف شويه من القاهره. نشوف كده اقرب مطعم من هنا موجود. بصور نفسي يا حاج، صور نفسي، مش بصور حد. يشرفني والله. الناس بتخاف من حد ماسك كاميرا، فانا بصور نفسي مش بصور حد. الناس اول ما شافتني خايفين مني مش عارف ليه. انا من القاهره وجاي اشوف دل الحدادين هنا. وهنفطر بقى الاول وبعدين نروح. فسالت على مطعم هنا قريب. ربنا يعزك يا رب. الناس هنا جميله قوي في طنطا، ربنا يحفظك. والله شافوني بصور كده فحابين يستكشفوا انا بعمل ايه. طب تعالى بقى، ربنا يعزك والله العظيم. والله ربنا يخليك، ربنا يخليك يا رب. تعالى. شكرا، ربنا يكرمك. السلام عليكم. شكرا. شوف اقرب مطعم كده من هنا. ربنا يعزك يا رب، ربنا يكرمك. نفطر. الشوارع فاضية، مفيش ناس كتير، الشوارع فاضية، الناس لسه بتبدأ يومها. أجواء حلوة حقيقي، أجواء حلوة في طنطا صراحة لحد دلوقتي. الشوارع كلها نظيفة، حاسس في القاهرة بس الحتة راقية شوية. أنا بصور نفسي ما تقلقوش. لقيت مطعم هنا. صباح الخير. أنا بصور نفسي ما تقلقش. إيه اللي موجود؟ كام فول طعمية؟ سندوتشات. اخد واحد من كل حاجة. اسعار الحاجة في طنطا شوية اقل من القاهرة بجنيه 2 جنيه، بس يعني اكيد نفسها. العربية الفود التقليدية جدا في اي مكان بقى هتلاقيها في القاهرة، في طنطا، في اي مكان، بس هنا مختلفة. تدفعوا من هنا وتاخدوا السندوتش برضو هنا. فول حاجة جميلة الصراحة. ماشي يا باشا. عشان عندي قناة على اليوتيوب. الناس هنا احلى حاجة صح؟ انتوا احلى حاجة هنا في طنطا. انا اول مرة اجي بصراحة، بس الناس هنا معاملتها لطيفة قوي. واكل عم السيد جامد الصراحة. ماشي يا عم، هنجرب بقى نشوف. ماشي. اسمها ايه؟ سليم مسافر. كده يا اسطى. شكرا. عادي. قول لي. هو انت بتعمل الفيديوهات ازاي؟
بحاول اقرب لمكان تل الحدادين، بس لحد دلوقتي المنطقه كلها فيها ناس بتشتغل في الحداده بس قليلين شويه، ولكن المنطقه بقى تل الحدادين نفسها هي اللي كلها بتوع حديد وحاجات ليها علاقه بالخرده وكل ده. وانا واقف بفطر في الشارع، حد شافني قال لي تعالى اقعد عندي في المكان، كنت عندي كرسي كده ماشي هيجي لك اهوت تسلمني ولا شيء ولا اي حاجه مش هيجي لك والله ما تزعل والله والله ربنا يعزك. هاني شاي هنا والنبي هاني. الناس هنا لذيذه يعني، شوفوا ان انت غريب بيحاولوا يضيفوك باي طريقه، وجاب لي شاي وقاعد اصلا شاي دلوقتي في المكان وضيفني كانه يعرفني اول مره. رب الصلاه على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. تعالى طيب كده، يعني انت في العادي ممكن تعمل كده مع اي حد ما تعرفوش؟ ده العادي في طنطا. الواجب ما بيتشحتش ولا بينباع. لا لا عادي طبعا. الواجب ما بيتشحتش ولا بينباع. حد غريب الواجب ما بيتشحتش ولا بينباع، والغريب سلطان. ربنا يعزك. فطارك كمان اهو اتظبط معانا فطار. تمام. لا ده جاب ده فطارك انت بقى. لا ده تفطر معانا كمان عشان عيش وملح. لا ربنا يخليك. انا فعلا انت غريب الغريب سلطان. ربنا يعزك. انا ما كنتش متوقع كده. في ناس بتستغرب شويه لما حد بيصور، بس في ناس ثانيه بتقول لي تعالى صور معانا واقعد عندنا وضيفوني وهنقعد نفطر مع بعض كمان عيش وملح. فواني فاطر، بس هم مصرين ان انا افطر تاني معاهم. لا انا اكلت والله عشان العشومة. الله يكرمك يا سيدي، شرف جدا. الله يكرمك. الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. استقبال وضيافه اهل طنطا بصراحه ما شفتش زيها، وشكلي هتفاجئ اكتر النهارده من استقبالهم وضيافتهم، حبهم للشخص الغريب اللي ضيف عليهم. لا بجد ناس مضيافه جدا، بس الناس هنا فعلا تتحب يعني. استقبالهم ومقابلتهم كده اول مره ليك، ان انت ما تعرفش حاجه في المكان، يساعدوك ويدلوك ويضيفوك كمان. شكل اليوم النهارده هيبقى مختلف جدا. استاذ ابراهيم حقيقي استقباله حلو قوي. بالظبط العفيفي هنا مكان حلو، تعالوا خدوا حاجه من عندهم. هم ناس كويسه. استقبالهم حلو ليه؟ انت بتعمل اعلان؟ ده اعلان مباشر بقى. بص التفاصيل دي خليها، لو عايزين تيجوا وتاخدوا حاجه من جزاره العفيفي قول لهم احنا تبع سليم سليم، هم يعملوا معاكم واجب كويس. وعاملين عروض. عاملين عروض باسعار كويسه. فبمناسبه عيد الاضحى فحبيت اقول لكم ده بالصدفه يعني. ناس جميله ومضيافه. شكرا. ربنا يا باشا تسلمني وتنورنا في الكهرباء. دلوقتي بقى هنا انا في بدايه تل الحدادين، كل المكان حواليها زي ما انتم شايفين خرده في كل مكان، ناس بتشتغل شغلها كله في الحدايد والحاجات القديمه والخرده القديمه والبابكيا والحاجات دي كلها، فالسوق كله هنا متخصص في ده. فدلوقتي بقى احنا رايحين نكتشف المكان الحقيقي لقصه عبد الغفور البرعي او الحاج نادي السباعي، وهو الشخصيه الحقيقيه اللي اتعمل عليها مسلسل لن اعيش في جلباب ابي. قصه حقيقيه والراجل حقيقي، هو متوفي ولكن هو مكانه الحقيقي هنا في تل الحدادين. فجايين دلوقتي نكتشف المكان ونشوف ناس عايشة في المكان وناس كانت موجودة في المكان ده. الناس هنا ودودة قوي، مش بتخاف من الكاميرا، ودي احلى حاجة. الناس هنا كلها بتشوف حد بيصور بيبقوا عايزينه ان هو يصور معاهم. انا عايز اتكلم مع حضرتك، انت موجود هنا في المكان ده بقالك ايه؟ بقالي كتير. طيب تل الحدادين بقى يعتبر اكبر واشهر مكان في مصر لكل حاجه ليها علاقه بالبابكيا والخرده. لا ده هنا في طنطا بس. يعني قصدي هنا المكان الوحيد هنا اشهر مكان. وفي بقى في السبتيه كمان. بس هنا المكان الاساسي هنا، الاشهر اكتر. لو هنقول وقت السوق هنا موجود بقاله قد ايه؟ من كام سنه تقريبا؟ يعدي ال 200 سنه. تمام. كل حاجه بقى ليها علاقه بالخرده في القاهره، كل اللي بيشتغلوا في الخرده في القاهره بيتجمعوا هنا او بيجوا شغلهم هنا، ولا كل واحد بيشتغل في مكان مختلف؟ لا بيجي ياخدوه من هنا في الاساس، كله من هنا يعني، كله بيصب في طنطا. تعرفتش بقى بحضرتك ابو المجد؟ الحاج ابو المجد موجود في تل الحدادين. فرصه سعيده. فرصه سعيده. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. الحمد لله ام فاين. المكان بتاع الحاج نادي السباعي بقى المغلق بتاعه فين؟ هنا. ماشي شكرا. السلام عليكم. الناس هنا لذيذه قوي، ما بتخافش من الكاميرا، ما بتخافش من التصوير، فالموضوع محمس الحمد لله. كنت قلقان بصراحه من رده فعل الناس. وده بقى يا جماعه هو المغلق او المكان الحقيقي لقصه عبد الغفور البرعي الحقيقيه. تخيلوا من هنا طلعت القصه الحقيقيه بتاعت مسلسل عبد الغفور البرعي. هنا كان مكان شغل الحاج نادي السباعي في كل حاجة ليها علاقة بالخردة، بالمعدات القديمة، بالشغل القديم. تخيلوا كم الخردة اللي موجودة هنا. الشغل ده كله طلع منه قصة نجاح راجل العالم كله اتكلم عليها، من قصته، من مكانه، من الحاجات اللي هو كان بيعملها. مش مجرد بس ان حد بيشتغل في الخردة، على قد ما الموضوع كله كان عبارة عن قصة نجاح. يعني شخص بدأ حاجة من الصفر تماما وقرر ان هو يكبرها ويخليها حاجة كبيرة جدا. مبسوط ومتفاجئ في نفس الوقت ان انا موجود في نفس المكان
اللي كان فيه القصه بتاعه الراجل اللي بتفرج عليه بتديني الهام في حياتي وبتديني كده دافع في حياتي ان انا انجح وان انا اعمل حاجه مختلفه، حتى لو كان حد بيشتغل في الخرده في مجال بعيد عن مجال شغلي تماما، ولكن قصته ملهمه. مجرد بس ان حد قصته ملهمه وحد قصته ايجابيه بالنسبه لك، فدي حاجه تشجعك انك تعمل حاجه انت بتحبها، انك تنجح في ايا كان مكان شغلك، تنجح في ايا كان اللي انت بتعملها ايه. لما تلاقي حد نجح في حاجه هو بيعملها وبيحبها لمجرد بس ان هو بيحبها ولمجرد بس ان هو عاوز ينجح فيها، فهنكتشف النهارده كل حاجه ليها علاقه بالحاج نادي السباعي. اللي عرفت لحد دلوقتي ان حاج نادي السباعي كان طريقه المعامله بتاعته مختلفه مع كل الناس اللي بتشتغل معاه، وكان بيعاملهم ان هم عيله وان كلهم زي بعض وان كلهم معاه في شغله وان هم شركاته ومش ناس بتشتغل معاه، لا دول شركائه. نتكلم دلوقتي مع الحاج ابراهيم نوفل. الحاج ابراهيم نوفل كان من الناس اللي بتشتغل مع الحاج نادي السباعي، واكيد عنده تجارب مختلفه قوي ليه. ايه اكتر حاجه كانت مميزه في الحاج نادي السباعي عن اي حد ممكن تكون اشتغلت معاه؟ المعامله بتاعته يا حاج والحنيه بتاعته، معاملته والحنيه، وكان حنان على العمال كلها، بيتعامل معاهم زي ما انا قلت، بيتعامل كأخ ليهم. كنا الصبح ننزل نجيب الفول والفطار ونفطر مع بعضنا كلنا كأن واحد مننا يعني. والشغل بقى المعامله كانت معامله مع العمال، ما فيش بعد كده يعني. وكان الحاج نادي عنده بصيره من جوه قلبه، بيحس ان الصنايعي عايز ايه منه من غير ما الصنايعي يطلب يعني. كان عنده بصيره كده في قلبه، يحس ان الصنايعي ده اذا كان محتاج فلوس او محتاج بتاع من غير ما الصنايعي يقول له يعني. لو كان مثلا بيزعل صنايع ولا حاجه قبل ما يمشي يكون مرضيه الحاج نادي. احنا بنعتبره كاخ لينا يعني، مش اخ، كاب لينا يعني، اعتبر كاخ كبير واب لينا برضه. في رايي حضرتك ايه اكتر حاجه ميزته ونجحته في مجال شغله الله يرحمه؟ التواضع بتاعه حاج. ده اكتر حاجه، اكبر حاجه بتدفع البني ادم، التواضع والتوكل على الله. انا كنت على طول توكل على الله، ما كانش بيتوكل على حد، وعمره في حياته ما شارك حد. كان طالع من اول ما بدا يشتغل شغل لوحده كده، والحمد لله هو مات من هنا، والعمليه برضه الحمد لله اعتبر برضه يعني على اثره، شغالين على اثره يعني. ايه اللي حضرتك شفته في المسلسل حاسس ان هو زياده او درامي؟ المسلسل كله. وايه الحقيقه؟ هي المسلسل كلها تعتبر قصه الحاج نادي، بس في السيناريو بتاع التمثيليه بيبقى في اختلافات وحاجات وبتاع، انما نفس المعامله بتاعت عبد الغفور هي نفس المعامله بتاعت الحاج نادي في بيته مع اولاده مع عماله مع كل شيء، بس الشخصيات مختلفه شويه. الشخصيات مختلفه، لازم عشان السيناريو بتاع التمثيليه ماشي لازم يغير السيناريو. طب انا عندي سؤال، واكيد كل الناس اللي بتشوفنا عندها نفس السؤال ده، عدد الاولاد ما شاء الله نفس العدد اللي كان في المسلسل ولا ده زياده؟ كان الحاج نادي يعتبر عنده معلش يعني هو يعتبر العدد قريب ما شاء الله، اللهم يعني مش عايزين نقول العدد العدد بتاع، انما الاحفاد اكتر ما شاء الله، الاحفاد اكتر، ولكن يعني الاولاد يعتبر العدد بتاع الاولاد هو نفس الايه الموجود. عنده ولدين ما شاء الله، اربع بنات بسم الله، ثلاث بنات غير ما شاء الله ما شاء الله. يعني العدد نفس الموجود في المسلسل، يعتبر مش قريب من العدد، مش حاجه زياده. انا كان في المسلسل واحد بس ابن واحد، كان في الحقيقه ولدين ما شاء الله. هنحاول دلوقتي ان احنا نقابل حد من اولاد الحاج نادي السباعي، الحاج محمد. الله، الحاج محمد والحاج امين اللي واقف ده ابن اخت ابن يبقى الحاج نادي جده، ده نادي صغير حلو قوي. هنحاول نتعرف على افراد اللي برضه هناك الواد ده يعتبر ايه يعني حفيد الحاج نادي امين اسمه ابوه جده يعني. حلو جدا حلو جدا. هنحاول نتعرف على افراد العيله دلوقتي فنكمل. ماشي حاجه كويسه، ماشي تحت امرك، ربنا يحفظك. امين امين نادي الحاج نادي ده حبيب الحاج عبد الغفور. تمام، ازيك عامل ايه؟ بنستكشف دلوقتي المغلق نفسه والناس اللي كانت بتشتغل في المكان. المغلق اللي ورايا ده في كمان ما شاء الله اماكن تانية تابعه ليه، يعني في ورانا هنا ناس بتشتغل ليها علاقه برضه بالمكان، بيقطعوا الحديد، بيشتغلوا في الحديد، بيعملوا حاجات ليها علاقه بالحديد. هنحاول ان احنا نوصل للحاج محمد اللي هو ابن الحاج نادي شكله مباشره. دلوقتي ماشيين في المكان نفسه ما شاء الله، كل دي خرده تبع المكان، بس هو الشغل الاساسي هو كله هنا بيتعمل في المغلق، وفي شغل اساسي تبعهم ورا كمان. المغلق كله موجود هناك، وده الشارع الاساسي اللي هم بيشتغلوا فيه او بيحطوا فيه بواقي الخرده او بواقي الحاجات بتاعتهم. في حاجات زي ما انتم شايفين كده ممكن تكون زي عربيه مثلا او زي حاجه، دي من الحاجات اللي هم بيشتغلوا فيها. وفي قطع خرده مثلا صغيره، حاجات صغيره في الارض، حاجات بيستعملوها او بيشتغلوا بيها بشكل او بالتاني. المكان هنا كل ما تمشي في
في اي مربع وكل ما تمشي خطوتين هتلاقي مغلق وهتلاقي حد بيشتغل في حاجه ليها علاقه بالحديد. هو تقريبا السوق كله مخصص بس للناس اللي بتشتغل في الخرده في الحديد في الحاجات القديمه كل ده، كل الناس هنا شغلهم كده. ما تعرفتش بحضرتك، عرفني بيك الاول. محمد عمروسي، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. حضرتك موجود في التل او بدات تشتغل في الخرده بشكل عام من قد ايه تقريبا؟ يعني انا اشتغلت شغلانه تجاره الحديد في الاول، واحنا طورنا للتشكيل بقى شكل المعادن الحديد ذات نفسه. حلو قوي، ما شاء الله. تقريبا من كام سنه؟ 50 اكتر يعني. الوالد رحمه الله يعني بدا حياته العمليه من الخمسينات. القصه بتاعت مسلسل عبد الغفور المبرعي، في حاجه منها حقيقيه حصلت هنا في الحاج نادي؟ كان في من بعض القصص اللي بتحصل في المسلسل كان فعلا بتحصل في السوق هنا، ولا ده كان دراما زياده؟ المسلسل شيء والواقع شيء ثاني. يعني ما كانش في شخص اللي هو الحاج ابراهيم سردينه والناس اللي كان بيشتغل معاه وابنه اللي كان بيقراه شويه؟ القصه بتتكلم على احتمال في الوكاله، وكانت البارح مش على هنا في طنطا. لا طنطا غير الوكاله. القاهره كانت تجاره سيارات وخرده سيارات. لا طنطا خرده متشكله. بس القصه الحقيقيه بتاعت الحاج نادي، فكان الحاج نادي اسد انتاج الخرده. هم كانوا بيحاولوا يعملوا محاكاه للقصه. ممكن تطوير درامي بقى، والمؤلف طبعا بيحط التاتش بتاعه طبعا. بس ده ما كانش الحقيقه، يعني ما كانش الواقع عامل كده. الراجل عصابي والراجل بيحكي نفسه من الصفر. يعني ده اهم حاجه في المسلسل. ده بالنسبه لنا حقيقه الراجل ان هو بدا من الصفر لغايه ما بيفتح عليه بقى ما شاء الله الوضع اللي هو موجود حاليا ده. الشعر ده كله بتاعه. الشعر ده هو الدخول بتاعه. فدي اكتر حاجه واهم حاجه في المسلسل ان هو بدا من الصفر لحد ما وصل. بالنسبه لنا ان هو راجل بالنسبه لنا مدرس يعني قدوه لينا. كمل جولتنا في كل الحدادين، كل مكان هنا هتلاقي فيه قطع خرده من كل حاجه ممكن تتخيلها هتلاقيها موجوده هنا. كل شيء، جراد البلاستيك، حاجات محدش بيحتاجها، قطع صاج، لوح، حاجه ايات قرانيه، ممكن تلاقوا حاجات عربيات، ممكن تلاقوا حاجات صفيح محدش بيستخدمها في مكان او بيت، تلاقوا موتوسيكلات قديمه، تلاقوا اماكن قديمه ما كانش في حد مثلا بيستخدمها او بيستعملها تلاقوها موجوده هنا. كل شيء ممكن تحتاجوه او تتخيلوا ان هو موجود له علاقه بالخرده هتلاقوه موجود هنا. كل ما بمشي هنا في المكان بكتشف حاجه جديده، بقابل حاجة جديد، بقابل حد بيعمل حاجه جديده. يعني دلوقتي مثلا دي قطعه بتاعت عربيه هم بينقلوها من مكان للتاني. هم زي ما بيشتغلوا في الحاجات الروبابيكيا والخرده برضه، لو في عربيات قديمه، قطع قديمه، حاجات من عربيات قديمه، احاول ان انا اتوغل اكتر في تل الحدادين. لو في مكان لسه ما اكتشفتهوش، الغريب هنا ان الناس كلها بتشوفني بيستغربوا قوي يشوفوا حد داخل ماسك كاميرا كده وداخل عليه. بصور عن تل الحدادين، مكان بعمل فيديوهات على اليوتيوب وبصور عن المكان والقصه بتاعت الحاج نادي. عشان ايه؟ وانا قلت لك يعني عندي قناه على اليوتيوب، عندي قناه بعمل فيديوهات بس. تكسب منها يعني زي اي حد بيعمل شغل بيكسب منه ولا لا؟ يعني انا سالتك تكسب من شغلك ولا لا؟ منين بقى؟ انا من القاهره. انت بتسال اسئله كتير قوي مع بعض. انا من وسط البلد. اهلا بيك. حضرتك منين؟ من هنا؟ عرفتني بيك عادي، ما فيش اي حاجه. حط رجل على رجل برضه وكلام. لا عادي. اسمك ايه؟ كابتن رضا ابو كاس. لا انت بتهزر كده. والله ما بهزر. اسمك ايه؟ اسمه رضا. اهلا بحضرتك. ايمن. اهلا بيك. ابراهيم. شباب انتوا كلكم موجودين هنا شغالين في التل من فتره كبيره ولا؟ شغالين هنا في التل من فتره كبيره. حلو قوي. زي ما انا مكمل كده، كل ما اروح مكان هلاقي حد بيبيع خرده او قطع غيار او حاجه. هتلاقي هتلاقي جنبيها. المكان هنا مليان يعني. مليان. انت لفيت اليمن يعني؟ هل زمان كان فيها؟ زمان غير النهارده. زمان كان احسن ولا دلوقتي احسن؟ لا زمان كان احلى. يعني الشغلانه نفسها كان في ناس كتير بيشتغل فيها اكتر. انت هتشوف الاستوديو دلوقتي عامل زي ايه؟ فاضي. يعني عندك يعني 2010 2008 2007 كان الشغل ده ما حدش والالات الالات اللي هنا اللي هو الكلارك اللي هناك ده، بص اللي محطوط في جنب ده شفت اللي هناك ده، وفر عمال بقى. عندك الحاج نادي ده كان عنده عمال الهاد، مفيش عمال ان شاء الله سبعه بالكتير اللي عنده. سليم القناه على اليوتيوب اسمها سليم سليم مسافر. سليم مسافر. ربنا يعينك. ربنا يوفقك. الناس هنا ودوده قوي، بتحب تتكلم مع اي حد بيعمل حاجه غريبه او بيصور حاجه. كل ما بمشي في مكان الاقي الناس بتندهلي بتقولي تعالى صور معانا، تعالى اتكلم معانا. فما كنتش متوقع ده خالص الصراحه، ولكن صراحه ان الناس تحب ان انا اصور معاها. نعم. نعم. بصور عندي قناه على اليوتيوب. بصور عن تل الحدادين. تل الحدادين؟ بصور عن تل الحدادين. تل الحدادين اللي ناسه الايه؟ اللي الناس فيه يعني.
عمر بتصور في ايه؟ اه بصور المكان. هاي بقى كراي دي بقى الحاج المسلسل. انا مش بعمل لقناه ثانيه، ده شغلي انا. القناه بتاعتي اسمها سليم سليم مسافر. الله يا ربنا يكرمك. بس الناس هنا يعني ناس طيبين، ما كنتش متخيل ان الناس هتبقى مرحبين. ناس طيبين وناس بتوع زمان جدا، يعني ما كنتش متخيل ان هم مرحبين بحد غريب كده. ناس حلوه كده يعني، اي ناس طنطا كلهم جمال. ده اللي انا شايفه لحد دلوقتي والله، مش مجامله. يرحبوا بالضيف قوي. الله يكرمك. بعد ما تخلص تبقى تعيش على حاجه ساعه. ربنا يعزك. شكرا، كلك ذوق. السوق هنا مليان، طول ما انتم ماشيين هتلاقوا اماكن بتبيع خرده في كل مكان. الناس كلها بتشتغل في نفس الحاجه، سوق كامل تخيل الخرده. ولكن عرفت من فترة انه السوق ده كان مليان اكتر من كده، ما كانش فيه عدد قليل كده. السوق كان في العادي ان هو بيبقى زحمة اكتر من كده. سوق الحدادين زمان او دل الحدادين زمان كان فيه حركة وشغل اكتر من كده. يعني ما كانش في العادي ان هو بيبقى فاضي. لا 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 فاضي اهو، بس العالم كلها تكون قاعدة نايمة. ده عشان احنا في فتره بعد مثلا العيد والرمضان، دخلت العيد والكلام ده. بس في العادي انه في حركه في السوق. لا مفيش حركه برضه في العادي، ده الطبيعي. لا لا لا، الجلوات هي اللي موقفه حل العالم. طب بالنسبه لك شايف الشغل زمان هل كان بيبقى احسن من دلوقتي؟ انا كنت بتكسب ربع جنيه وبريزه وشيلن. ابرك ما تمسك 5000 جنيه النهارده. تل الحديدين يعتبر المكان الاساسي او اكبر مكان في مصر في اهتمام، او يعني كل اللي بيشتغلوا في كل ما له علاقه بالكورد او الروبوتكس بيصبوا فيه في الاخر، ولا في اماكن ثانيه؟ في اماكن بقى في مصر بقى. بس هو المكان الرئيسي طنطا تل الحديدين. حلو قوي اكون ماشي في مكان الاقي الناس كلها عايزه تصور معايا. موجود في تل الحديدين من بدري، بشتغل في تل من فتره كبيره، يعني بقالي 15 سنه سواق. طيب شايف الموضوع زمان كان الشغل اكتر من هنا ولا العكس؟ لا يعني العمليه قلت شويه. يعني دلوقتي شايف ان الشغل اقل شويه عن زمان؟ هل زمان كان في حركه ورواج وبيع اكتر من كده؟ انا اول مره اجي تل، بس كنت متخيل الموضوع هيبقى مليان ناس وسوق اكبر من كده. طبعا الموضوع يعني الدنيا ما عادش زي الاول. الشغل اقل شويه يعني. طبعا الحركه ما عادش زي الاول. شكرا. الناس تبقى ودوده قوي، تبقى عايزه تعرف انا بعمل ايه، ودي حاجه بصراحه حلوه يعني. بس ممكن تكون تخضني شويه، بس تمام. الشارع كله، مجرد ما هتخش الشارع يمين وشمال كل الاماكن بتبيع نفس الحاجه، كل الاماكن بتشتغل في الخرده بشكل عام. المحلات كلها الستايل بتاعها القديم، الشكل بتاع المحلات القديم، شكل المحل نفسه مختلف دلوقتي عن المحلات كلها. الشكل القديم، الحاجه بتاعت الخرده كلها، سواء حاجه حديد او حاجات تانية، كل الناس بتشتغل في نفس الطريقه. انت موجود في التل من فتره، انت شكلك لسه يعني شكلك في سني او قريب من سني شويه. لو عايز اعرف مثلا بدا امتى تل الحديدين يتعرف ان هو المكان الاساسي الخردة والحديد، من كام سنة تقريبا؟ اكيد حضرتك ممكن تفيدني بده. زمان اول من يعني نقول مثلا من 40 كده سنة، من الاربعينات مثلا. زمان زي دلوقتي ولا في فرق ولا دلوقتي؟ لا كل مدى والايام بتتطور والعدد بيزيد وكده. ما كانش الاول في المحلات دي كلها، كان ناس معينه. حلو قوي. بس التل لسه محافظ على ان هو المكان الرئيسي. طبعا كل ما له علاقه بالخردة او الحدايد في مصر. طبعا كل الناس اللي بتشتغل في روبابيكيا او في الخرده عامه بيصبوا هنا في الاخر. ايا كان ما هو شغالين لو هو مع الجماعه عن حال المحافظه اللي لازم نشوف فيها مصر كلها بيصب هنا في تمام. تل الحديدين. حلو قوي. فور سعيد قوي. شكرا. في حد قال لي جمله الغريب في طنطا سلطان، فالناس بتتعامل مع الشخص الضيف او الشخص الغريب ان هو يعني بيرحبوا بيه. في ناس بتتخض شويه من التصوير لاول مره، ولكن الاغلبيه اللي ما توقعتهاش ان الناس مرحبه بيا عايزين نصور في اماكنهم، بياخدوني عندهم المكان. يعني كان دكان الصنعه والحاجات ايه اللي هي المستعمله. حلوه. صوره زاويه كاميرا وكده. يعني لو هنقسم مثلا الحاجات اللي بتتباع في تل الحديدين، كل ما له علاقه بالخرده وادوات البناء زي الخرسان والقطه والشوكيش كده يعني. بصوا الحاجات دي كلها في منها الجديد ومنها المستعمل، ومنها كلها ادوات بتستخدم في البناء. زي ما انتم شايفين المكان كله يعني معمول على النظام القديم، زي ما شفنا كده في المسلسل. يعتبر شويه ان المحلات كلها واخده الستايل القديم شويه. انتوا اكيد اتفرجتوا على المسلسل بتاع لن اعيش في جلباب ابي. عبد الغفور برعي. المسلسل ده بالنسبه لكم شايفينه قريب من الحقيقه؟ انا بحبه الصراحه. اكيد يعني قريب من الواقع. أيوه. بتاع أيوه. الناس في تل الحديدين. ايوه برضه أنا... عدد الايام ومش عارف ايه والسنوات مرت معاه. احنا اول حدادنا من اوائل الناس هنا. حتى شايف الشكل بتاع المحلات كله هنا نفس شكل المحلات في المسلسل. شايف المكان اتصور في المسلسل بنفس ما هو موجود في الواقع، ولا كان في تغيير كمعامله الناس مع بعض وكطريقه الناس مع بعض؟ وكان الحاج نادي ما عرفش اتعاملتوا معاه ولا لا؟ بس شايفين ان المسلسل كان قريب من الواقع ولا في زياده شويه؟ لا 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 مبالغ فيه قوي. مبالغ في حاجات بس الاساس ان الراجل فعلا كان عصامي وفعلا بدا. ايوه ايوه. وهنا الاغلب الناس كده في كله هنا بدا فيه بعربيات من اولهم الحاج نادي.
الحمد لله. ده اللي انا لاحظته، اغلب الناس كلها هنا بادئين بدأوا من الصفر خالص، وبدأوا دلوقتي ما شاء الله اولادهم. الناس كانوا شيادين وفوق الناس كانوا بيجروا عربيات. دلوقتي بقوا حاجة دلوقتي هم واولادهم. دلوقتي اصحاب وكاين وشغالين كل واحد 30 40 واحد تعبان. هل كان متواضع فعلا؟ لا هو كان متواضع فوق الخيال كمان، فوق التمثيلية كمان. ومحبوب فعلا في العالم. كان محبوب. حاج مجدي هنا من الناس اللي موجوده في المكان، خلينا اسالك كده حاجه، ايه اكتر حاجه شايف ان هي تميز تل الحدادين عن اي مكان تاني بيشتغل في الخرده في مصر؟ السوق هنا اللي بيميزه المحبه، وكلنا اسره وكل واحد بيحب يخلي التاني، الناس بتتعامل مع بعضها انها اسره واحده. بالظبط كده، ده اللي انا لاحظته. مفيش نفسنا، مفيش، لا لا يا عم، ده الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى. اللي بيرزق كتير قليل، الحمد لله. اهم حاجه الرضا بالرزق، والناس انا الحمد لله رب العالمين، يعني كلها ناس كويسه وناس محترمه. بحاول النهارده ان انا اقابل ناس موجوده في تل الحدادين، منهم اللي بيشتغل في الحاجات اللي ليها علاقه في الخرده، وكمان عرفت ان السوق هنا في انواع شغل تانية، او في شغلانات تانية او حرف تانية غير الخرده. فالسوق مليان مليان حرف كتيره ومليان صناعات كتيره قوي، من ضمنها الرخام. فدلوقتي اتعرف على الحاج محمد. ازيك محمد؟ اهلا بيك. اهلا بيك. حضرتك موجود بقالك قد ايه في تل الحدادين؟ احنا هنا من سنة 48، 1948، انا الجيل الثالث. من البداية الحرفة الاساسية والصناعة الاساسية هي الرخام. الرخام انا كنت فاكر ان التل هو المكان الوحيد اللي هي كل ما له علاقة بالخردة فقط. لا لا لا، هو في الحديد والخردة والرخام والحديد الجديد وكذا حاجة، كذا مهنة يعني. في صناعات تانية. حلو. حضرتك من الناس اللي عاشت في وقت كان موجود فيه الحاج نادي. ايوه طبعا. كل حد بيقول لي عن حاجه مميزه بالنسبه له هو شافها فيه كشخص. أيوة. سواء كانت موجوده في المسلسل او لا، من وجهه نظر حضرتك ايه اكتر حاجه بتميز الجيل اللي هو الاول من عائله حضرتك واللي هو تقريبا قريب من جيل حاج نادي؟ هل الاجيال دي كانت مختلفه عن جيلكم دلوقتي؟ اكيد طبعا مختلفة. اكيد طبعا، اكيد الاجيال القديمه طبعا مختلفه تماما عن الاجيال دلوقتي. يعني من وجهه نظرك ايه اكتر حاجه كانت بتميزهم او كانت سبب في نجاحهم؟ يعني كان ناس مجتهده جدا، ما فيش في دماغها غير الشغل بس، واخد بالك، وناس ملتزمه في مواعيدها وفي الشغل، محترفين ويشتغلوا بايديهم، واخد بالك، يعني معتمدين على نفسهم في الحاجه دي. كده رايك ايه في الجيل دلوقتي؟ لو ممكن يكون حد لسه بيبدا حياته وشايف ان الموضوع ايه ده صعب قوي، انا لسه هبدا من الصفر، طب ليه ما ممكن ابدا بشكل اسرع او كده؟ لكل مجتهد نصيب، وهو الشاب بس يتعب، ما فيش حاجه بالسهل. بالنسبه لك الشاب النهارده مش عايز يتعب، الشاب النهارده عايز يقبض على الجاهز، واخد بالك، لازم يتعب ولازم يكافح ولازم عشان يلاقي، واخد بالك، لازم يعمل مجهود ويصبر على نفسه ويصبر على الشغل ويصبر على الكلام ده كله عشان خاطر يعرف يلاقي. انما النهارده ما فيش حد عنده صبر من الشباب الجديده دي، كل النهارده جرب مره يقول لك لا انا فشلت، انا مش هكمل، انا مش هعمل، واخد بالك. انما ما فيش الكلام ده، زمان كان الناس كانت بتتعب وتصبر على نفسها وبالك وتلاقي. انا انبسطت قوي ان احنا اتكلمنا مع بعض، وفرصه سعيده. اخر حاجه ممكن اقولها لاي حد ممكن يكون بيتفرج على الفيديو ده، ان مهما كانت الحاجه اللي انت عاوز تعملها او بتفكر انك تنجح فيها، مفيش اي حاجه ممكن تكون تافهه او ملهاش لازمه، او مفيش حاجه اسمها صعبه، طالما انت بتعمل حاجه انت مهتم بيها وعاوزها ايا كانت الحاجه دي ايه. حد من مكان مجرد ان هو كان بيشتغل في الخرده وعاوز يشتغل في الخرده وبيحب المجال ده، ما شاء الله نجح جدا في المجال ده، قصته اتعملت في مسلسل، عمل حاجه فعلا مختلفه، الناس حبيته والناس اتكلمت عنه، قصته بقت من القصص ومن الحاجات اللي الناس بتاخدها كمثال كعبره. اللي عاوز يعمل حاجه بيعملها ايا كان المجال اللي هو فيه ايه، ايا كان الحاجه اللي هو فيها ايه، مجرد ان انت عاوز تنجح في حاجه هتنجح فيها وهتعملها حتى لو من الصفر، المهم انك تبدا فيها، حتى لو كانت حاجه بسيطه، حتى لو كانت حاجه مفيش اي حد مهتم بيها غيرك ولا حد مقتنع بيك غير نفسك، هتقدر ان انت تحقق اللي انت عايزه طالما انت مصدق في نفسك. وفي الاخر من المكان الحقيقي لمسلسل لن اعيش في جلباب ابي، قصه الشخص الحقيقي الحاج نادي السباعي هنا في المكان. لو شفت الفيديو لحد دلوقتي اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو اتفرجتوا على الفيديو ده
ادعموا الفيديو بلايك وسبسكرايب في القناة عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديدة، وتابعوني على كل منصات التواصل الاجتماعي سليم سليم مسافر. اشوفكم فيديو جاي، اشوفكم في حلقة جديدة مختلفة ومتطورة اكتر واكتر. انا سليم سليم، سلامكم الله. ما توقعتش بصراحة ان الناس هنا هتبقى ودودة قوي كده ومرحبة بيا قوي كده. شكرا شكرا، ربنا يكرمك.